أؤكد لكم تطلعاتنا للعمل سويا لتوطيد أواصر العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا الشقيقين، لا سيما من خلال بعث نشاطات التعاون البيني الكفيل بالاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في المنطقة الإقليمية ورفع التحديات الأمنية المشتركة التي نواجهها. كما أنني على يقين أن التبادل المستمر للزيارات والاحتكاك بين القوات المسلحة لكلا البلدين سيزيدان من فرص بلورة وتحديد مجالات التعاون الثنائي، ويسمحان بإعطائه الزخم المطلوب والبعد المرجو.